مرض العصر اللي دائما بنتكلم عنه، المرض اللي ما يعرف كبير أو صغير، رجل أو امرأة، ولد أو بنت، مرض السكري. إيش هو هذا المرض وكيف نقدر نحمي نفسنا منه وكيف نقي أنفسنا منه؟ طبعا معنا ضيفنا في الأستوديو إيهاب خطابي، دكتور الأسرة. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا أهلا بك، نورتنا. الله يسعد قلبك يا رب. دكتور إيهاب، يعني إحنا دائما بنتكلم عن مرض السكري عشان نحاول نوصل للناس أكبر كم من المعلومات اللي يقدروا يتفادوا فيها هذا المرض، لكن للأسف الشديد بنلاقي نسبة الإصابات في هذا المرض خصوصا خلال الفترة اللي فاتت بتزداد. إيش رأيك نقول للناس كلام مختلف عن مرض السكري؟ طبعا يمكن مرض السكر من الحاجات اللي قتلت بحث، يعني كتير حالات بنشوفها وكتير مرضى، وبنشوف يعني برغم التوعية وبرغم وسائل الإعلام وبرغم التقارير الطبية والأبحاث الطبية، ولكن ما زال لغاية دلوقتي هناك الكثير من المعلومات اللي احنا بنجهلها وبنحتاج ان احنا نعرفها عن مرض السكر. ايه الفكرة بتاعت مرض السكر؟ ايه تعريف المرض؟ ايه الاسرار بتاعت المرض؟ ليه بيحصل؟ المؤشرات المبكرة، ازاي نعرف ان ممكن الشخص يصاب او حيصاب او اصيب بالسكر فعلا؟ لان طبعا احنا خلينا نتفق على بعض المعلومات البسيطة اللي يمكن معظمنا ما يعرفهاش. يعني طبعا احنا قلنا ان مرض السكر له علاقه بالانسولين. حلو. والانسولين بيفرز من البنكرياس. صحيح. واحنا هناك خلايا، ويمكن السؤال ده دايما بيسال، ايه الخلايا او البنكرياس بيفرز الانسولين منين؟ وقلنا جزر لانجرهانز. جزر لانجرهانز دي دايما بيبقى السؤال ده سؤال تقليدي، يقول لك اين تقع جزر لانجرهانز؟ جزر لانجرهانز تقع في البنكرياس، ودي خلايا بيتا اللي بتفرز الانسولين. وقت ما بيبدأ مرض السكر، يعني وقت احنا ما بنكتشفه او بيجي المريض بيشتكي، بتكون 50% من خلايا بيتا اللي بتفرز الانسولين تلفت. يعني الوقت اللي احنا بنبدأ فيه نشخص المرض وبنبدأ نعالجه بيكون 50% من خلايا بيتا تلفت. معنى الكلام ده ايه بقى؟ معناه ان هو في معظم الاحيان بيتأخر تشخيص المرض. طيب خلينا يعني كمان نوضح ايش هي خلايا بيتا، يعني قبل ان نكمل في هذا الموضوع نوضح ايش اهمية خلايا بيتا في الجسم وتلفها 50%، تلف 50% من هذه الخلايا ايش ممكن يأثر عليه؟ طبعا خلايا بيتا اللي هي بتفرز الانسولين وبتفرز هرمون اسمه الاميلين. هرمون الاميلين ده ليه علاقة بالسمنة والنحافة. يعني الهرمون ده لما بيقل افرازه بيزيد وزن الجسم، يعني له علاقة بعملية التنحيف أو تقليل الوزن. طيب. والهرمونين مرتبطين ببعض. طيب. وعشان كده نلاقي إن مرض السكر دايما مرتبط بالسمنة وزيادة. صحيح. الوزن. حلو. فإحنا طبعا النقطة المهمة في الموضوع، إحنا الإنسولين ده عبارة عن شيال. ده اللي بيشيل الإنسولين، بيشيل السكر، ياخده من خارج الخلية إلى داخل الخلية. كل خلايا الجسم تقوم على إنتاج الطاقة، يعني كل خلية عبارة عن مصنع. صحيح. عبارة عن ورشة، عبارة عن منطقة بتقوم بعملية تصنيع. فعملية التصنيع اللي بتقوم بها الخلايا، جميع العمليات الحيوية اللي بتقوم بها الخلايا مرتبطة بالطاقة. الطاقة الجسم بيجيبها، الخلية بتجيبها من حاجتين، بتجيبها من السكر والأكسجين. الأكسجين بيحمله خلايا كرات الدم الحمراء اللي هو الهيموجلوبين. صحيح. ده اللي بيحمل الأكسجين. السكر بيحمله الإنسولين، يبقى الإنسولين بينقل السكر من خارج الخلية إلى داخل الخلية. لنا أن نتخيل إذا الإنسولين لم يقم بمهامه أو بوظيفته في نقل السكر من خارج الخلية إلى داخل الخلية، أو كان في نقص في الإنسولين، نقص في الشيال، يبقى إيه اللي هيحصل؟ هيحصل أولا أن الخلية هتعاني من نقص في إنتاج الطاقة، زائد أن السكر هيتراكم خارج الخلايا في الدم. وعشان كده دايما إيه بيبقى فيه ارتفاع في السكر. قبل هذه المرحلة بيحدث حاجة مهمة جدا. أول ما يبدأ السكر يزيد في الدم بيزيد إفراز الإنسولين، يعني الجسم بيعوض العملية في ان هو بيتخيل ان احنا في سكر زيادة اذا اكلنا مواد سكرية كتيرة، اذا اكلنا نشويات، اذا كان الواحد نهم وبياكل بكمية كبيرة. كل ده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى زيادة السكر في الدم. طب اصلا ليش يصير السكر؟ يعني انا الان جالسة بس ما اعرف ايش اعراضه، ما اعرف ليش اصلا يصير السكر. يصير السكر لان احنا طبعا الحاجة الاساسية اللي هي بتخلي فيه ميل للسكر او حدوث السكر بيبقى فيه قابلية وراثية. القابلية الوراثية بيزيد منها طبيعة الأكل ونمط الحياة. أوكي. وده اللي احنا بنقوله دايما، طبيعة الأكل ونمط الحياة. يعني فعلا في كل الأمراض اللي هي ليها علاقة بالسكر، بالشرايين، بالقلب، بالكوليسترول، يمكن أن نتحاشاها ونتفاداها ونقلل من حدوثها بتغيير نمط الحياة، تغيير طبيعة الأكل، زيادة المجهود، زيادة النشاط، ممارسة الرياضة، تقليل الضغوط العصبية والمشاكل والضغوط النفسية،
طبعا تقليل الوزن او ضبط الوزن للوصول الى الوزن المثالي، الحاجات دي كلها حاجات مهمه جدا. يبقى احنا لو قدرنا نحقق الكلام ده هنتجنب الكثير من الامراض، حتى لو في عامل وراثي، يعني في بعض الاحيان بيبقى فيه قابليه وراثيه، ولكن عمليه ضبط نمط الحياه وتغيير نمط الحياه، احنا للاسف يعني نمط حياتنا كلنا فيه خطر، يعني كلنا بناكل كتير، نسبه السكريات صحيح. لان السكر للاسف ان هو ممتع والدهون ممتعه، يعني دايما الاكل اللي فيه نسبه عاليه من السكريات صحيح. احنا بنستمتع بيها صحيح. عشان كده نسبه السكريات عندنا عاليه. نسبه السكريات العاليه اللي احنا بناخدها في الاكل دي بتحسن لنا الحاله النفسيه، فعشان كده احنا دايما بنميل ان احنا ناخد صحيح. سكريات عاليه وناخد دهون وناخد ملح وناخد، لان دي اللي بتدي للطعام المذاق بتاعه. فكل ما زودنا نسبه السكر، كل ما غيرنا نمط الاكل، حاولنا ان احنا نقلل من السكريات او نمتنع عنها، لانها السكريات لن تفرق، يعني احنا لو قللنا السكريات او منعناها مش هتؤثر في العمليات الحيويه في الجسم، لان الجسم هيجيب الطاقه من مصادر تانية مختلفه، وبالتالي هيظبط الوزن وهتتغير نمط الحياه. فعشان كده لو قلل الانسولين او الانسولين كان ما بيقومش بالوظيفه بتاعته، بيتجمع السكر في الدم. تجمع السكر في الدم بصفه عامه مؤذي صحيح، يعني تجمع السكر بصفه عامه مؤذي. تجمع السكر وقتها يصير يبدا بقى السكر، تبدا الاعراض وتبدا المشاكل. ليه؟ لان احنا عندنا الكلى ليها حد معين تقدر تحافظ على السكر في الدم. لو عالي السكر عند حد معين بيبدا السكر ينزل في البول. لو نزل السكر في البول يسحب معاه ميه، يعمل شبه جفاف، وده عشان كده مريض السكر اول اعراض بيشتكي منها ايه؟ يشرب دخول الحمام كتير ويشرب ميه كتير. صحيح. فدايما احنا بنعرف مريض السكر، يمكن هو بعض الناس بتعكس الموضوع، يعني لما بيجي المريض ما بيقولكيش، يعني في معظم الاحيان ما بيجيش يشتكي من السكر يقول لك انا بخش الحمام كتير وبشرب كتير، هو بيجي يقول لك انا حاسس ان انا ضعفان وتعبان ومرهق وبتاع، وساعات بيعتبر ان شرب الماء كتير حاجه طبيعيه، حاجه كويس بالزبط. يعني ده اللي احنا الانطباع بتاعنا، اشرب ماء كتير وخش الحمام كتير نشط الكلى احسن ما ايه الكلى تتوقف عن العمل، فما فيش مشكله. حتى لو قمت 3-4 مرات في الليل ما فيش مشاكل، ولكن ده بيبقى مرهق للكلى ومرهق للجسم ومرهق للانسان، ولكن هو بيعتبر ان ده شيء طبيعي وبيتعايش معاه. بعد فتره الجسم بيتقبل وبيتعايش، فعشان كده بعد فتره من عمليه دخول الحمام كتير بتقل عدد دخول الحمام، والجسم بيتعايش مع السكر الكتير وبيبدا ينتج الطاقه من مصادر بديله. انتاج السكر او انتاج الطاقه من مصادر بديله بينتج السكر او بينتج الطاقه من حرق الدهون والبروتينات. ده على طول يؤدي الى حاجه اسمها اسيتون. الاسيتون اللي احنا بنشيل بيه المناكير ده بيتكون في الجسم، وهي ماده سامه طبعا. وتلاحظي ان مرضى السكر اللي عندهم السكر غير منضبط، اما نيجي نشم النفس نلاقي بعض الاحيان في بعض الاوقات اللي هي بيبقى فيها مضاعفات بيبقى النفس ريحته اسيتون. واحنا بنشخص المريض بهذا الموضوع في بعض الاحيان، ان احنا نعرف ان الشخص عنده حموضه، لان ده يزيد حمضيه الدم، والحالات دي بتحتاج الى دخول سريع للمستشفى، بنعمل الفحوصات، ويمكن بيحتاج الى دخول الرعايه المركزه في بعض الاحيان، خصوصا في النوع الاول من السكر. النوع الاول اللي هو بقى ايه؟ يعني اذا يعني سمحتوا لي ان احنا يعني نشرح ببساطه شديده ايه النوع الاول وايه النوع الثاني من السكر. طبعا احنا عندنا في نوعين، زي ما اتفقنا خلايا بيتا دي اللي بتفرز الانسولين. صحيح. احنا ممكن خلايا بيتا دي تتضرب بطريقتين. الطريقة الأولى ممكن تتضرب بوجود أجسام مضادة، يعني الجسم يطلع أجسام مضادة. الأجسام المضادة دي عبارة عن طلقات بيطلقها في حالة وجود جسم غريب، لأسباب غير معلومة أو لأسباب وراثية أو في بعض الأحيان لأسباب قد تكون بعد ضغوط عصبية، بعد توتر، بعد إرهاق، بعد قلق، بعد مشاكل أو بعد التهابات فيروسية. الجسم بيروح مطلع اجسام مضاده بطريقه غير مفهومه انه يحاربه، يعني بيروح مدمر البنكرياس. أوكي. يبقى خلايا بيتا دي بتتدمر تماما. طيب نبغى نرجع للشيء الثاني بشكل سريع علشان نختم فيها. تفضل. نبغى ننتقل للخطوه الثانيه، قلتنا في خطوتين. ده اللي هو النوع الاول والنوع الثاني. خلايا بيتا بتتلف نتيجه، في بعض الاحيان بيكون في استهلاك او استنفاذ لخلايا بيتا بطريقه غير ما يعني غير طبيعيه، ان خلايا بيتا بنستهلكها وبنستنفذها، وبالتالي بتبدا خلايا بيتا تتلف وبيبدا يظهر مرض السكر. دكتور ايهاب، يعني هو فعلا
الحاجه اللي انا ابغى اقولها انه هذا المرض فعلا قد ما حاولنا انه احنا نوعي وقد ما حاولنا انه احنا نتكلم عنه وكيف بداياته وكيف طرق الوقايه منه، للاسف الشديد ما زال اشخاص بسبب انماط الحياه السيئه الغير صحيه بيزيد نسبه الاصابه فيه. انا اشكر تواجدك معنا. الله يسعدك يا ابو حميد، يعطيك الف عافيه مره. شكرا دكتور. شكرا. مشاهدينا نطلع فاصل ونكمل معكم باقي الحلقه. تابعينا بعد الفاصل. أول فريق بولينج نسائي بجدة في نادي الصمت.